الكلام ده مش هيحصل الا لو الليسته فيها ايه، فيها اكتر، فيها اليمنتس اكتر من الواحد. طيب اول حاجه بعملها بحسب الميد، بحسب انا واقف فين في النص زي ما كنا شغالين في الباينري سيرش. بعد كده بقول الليفت هياخد ايه والرايت هياخد ايه. الليفت زي ما انتم شايفين كده بياخد من الاول لحد قبل الميد، السبليت اللي انتم فاكرين، لو فاكرين الكلام ده في اول سيكشن خالص لما اقول لك كده، لحد ايه قبل الميد، يعني الميد نفسه مش هيكون في الليفت. طيب والرايت هياخد من الميد لحد الاخر، يعني الميد بيكون فين؟ في اليمين، زي الرسمه اللي احنا لسه شايفينها من شويه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل ميرج سورت للليفت وميرج سورت للرايت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بقول نفس تاني، مش انا محتاج اعمل لها سبليت وبعد كده اقسمها لليمين والشمال واقعد كل شويه اقسمها لحد ايليمنت واحد. عشان كده احنا بنعمل الريكيرجن ده كده. انا بعمل ايه يا جماعه؟ ريكيرجن، بقول تاني، يعني الجزء بتاع الشمال اللي هو اللي هم شويه دول، اللي هم شويه دول، دول كده مش هيكملوا كومبارزون، لا ده دول هيروحوا الاول يحصلهم ايه؟ سبليت، ويخلصوا ويترتبوا، وبعد كده يقول لي مترتبين او ما اعمل الميرج ما بين الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال. طيب فلنفترض، فلنفترض جدليا ان الميرج سورت خلاص خلصت ورتبت حاجاتها بتاعت الليفت وبتاعت الرايت. المفروض انا بعمل ميرج للاثنين، مش بعمل ميرج للاثنين. تعالوا بقى نشوف الميرج بيتم ازاي. بحط initial value الـ i بـ 0 والـ j بـ 0، عشان الـ i ده هيكون الindex بتاع الليفت والـ j هيكون الindex بتاع الرايت. الـ k هيكون الindex بتاع الليستة الكبيرة، الـ k هيكون الindex بتاع الليستة الكبيرة. طيب while ان الـ i اقل من الليفت، من اللينس بتاع الليفت هاف، والـ j اقل من اللينس بتاع الرايت هاف، عشان ما اطلعش بره الليستة، وعشان اول ما واحدة منهم تخلص انا مش محتاج اعمل comparison. يعني انا ايه، اخدت اول واحد مع اول واحد هنا، لقيت اول واحد في اليمين هو اصغر واحد، بعد كده تاني واحد في اليمين هو اصغر واحد، وبعد تالت واحد في اليمين هو اصغر واحد، خلصت شغله على اليمين تمام، مش محتاج اعمل كومبارزون. ما كده المتبقيين كلهم ايه، كلهم اكبر من اليمين صح، فمحتاج اعمل لوب تانية بس تروح عامله ايه، تروح حاطه في الاخر. ودي فايده اللوبس الاثنين اللي تحت دول، يعني اللي اتبقوا من فوق، اللي اتبقى من فوق بعمل فيهم ايه؟ بحطهم زي ما هم، اللي اتبقوا من فوق بحطهم زي ما هم. طيب لو كان الكومبارزون ديت لسه فاليد، يعني انا محتاج فعلا اقارن اتنين ببعض، بص بقى الكومبارزون، لو الشمال اقل من اليمين، لو الشمال اقل من اليمين يبقى الاليمنت اللي عليه الدور في الليسته يتحط فيه ايه؟ الاليمنت اللي انا واقف عليه فين؟ في الشمال، عشان اللي في الشمال اقل. وبعد كده بزود الاي بتاع الشمال، ها الاندكس بتاع الشمال بكام؟ بواحد كده. الاي بتاع الشمال بقى واقف مثلا عند ال 26، بقى واقف هنا يعني في تاني اليمنت، هو مش هتبقى 26 وهيبقى، شايفين الخطوه دي؟ دي الخطوه اللي انا بتكلم عليها. اول اليمنت هنا الصغير فين يا جماعه؟ الصغير ال 17 مش كده؟ تعالوا بقى نقارن ان الاي ب 0 والجي ب 0، يعني بقارن ال 17 بال 20. هل الليفت اقل من الرايت؟ صح، مش 17 اقل من 20، يبقى بحط الكي وفي الزيرو بكام الليستة، وفي الزيرو بكام؟ بال 17 اهي، دخلت فين؟ في الزيرو. طيب بعد كده بعمل ايه؟ الاي بيتجمع عليها واحد، الاي بدل ما كانت واقفه على ال 17 بقت واقفه فين؟ بقت واقفه على ال 26، بقت واقفه على ال 26. طيب عملت الايتريشن اللي بعدها، لسه ستيل الاي اقل من اللينس والجي اقل من اللينس، بكمبير الاي اللي انا واقف عليه اللي هو 26 بكمبيره بالايه؟ بال 20، لان الجي لسه ما اتزودتش مش كده؟ طيب ال 20 ولا 26؟ ال 20، يبقى الرايت مش كده؟ طيب الرايت هيتحط في الليسته اللي عليها الدور صح؟ بعد كده الجي تزود بكام؟ بواحد، بقى الجي بدل ما كانت واقفه عند ال 20 بقت واقفه فين؟ عند ال 31. الاتريشن اللي بعدها هيكمبير ال 26 بال 31، ياخد ال 26، اللي بعدها ياخد ال 31، اللي بعدها ياخد ال 44، اللي بعدها ياخد ال 54، اللي بعدها ال 55، اللي بعدها ال 77 تمام. بعد الخطوه بتاعت ال 77، بعد الخطوه بتاعت ال 77 الجي بقى فيها ايه؟
بقى فيها مشاورة على اخر element صح. الكمبارزن دي بقى ما بتنفعش. يعني الوايل لوب دي ايه؟ بص الوايل لوب دي كده كده في الحالة دي الوايل لوب خلصت. طب يا باشمهندس ده لسه بقى 93، مش لسه بقى 93 من الليفت صح؟ بص بقى اللوب اللي احنا عملناه تحت دي هيتريت من الاي اللي انا كنت واقف عليه. طب يا باشمهندس الاي كانت واقفه فين؟ عند ال 93. الاي كانت واقفه فين؟ عند ال 93 مش كده؟ هيحصل ايه؟ هيروح يتريت بقى من الاي اللي واقفه عندها دي لحد اخر الليفت. خد لي الاليمنتس اللي باقيه دي زي ما هي مترتبه كده، لان هي فعلا اكبر من ايه؟ اكبر من الرايت. تمام؟ اه بصي بصي يا باشمهندسه كده، تعالوا نمشي معاها خطوه خطوه لحد هنا. يا جماعه في مشكله في الكود؟ نكمل نكمل ولا حد عايز يسال في اللي فات؟ هجيب لك السبريت دلوقتي خطوه خطوه خطوه. حد عنده مشكله في اللي فات لحد دلوقتي؟ حلو قوي. تعالوا بقى نشوف السبليت بكل ريكيرجن عندي. بصوا يا شباب، الليسته الكبيره، الليسته الكبيره اتبعتت للفانكشن. تمام؟ الفانكشن هتعمل ايه؟ تروح اسماها وتبعت الشمال لايه؟ لنفسها تاني، تبعت الشمال للفانكشن تاني. بص كده راحت بعت الشمال للفانكشن، مش دي الليسته الشمال؟ اتبعتت للفانكشن. طب الليسته الشمال محتاجه تتقسم تاني معايا يا باشمهندسه؟ الليسته الشمال محتاجه تتقسم تاني. تمام؟ هعمل ايه؟ الليسته الشمال تتبعت للفانكشن تاني تتقسم. اتقسمت ليمين وشمال هاخد الايه؟ الجزء الشمال بس مش كده؟ اخدنا الجزء الشمال محتاج يتقسم مش كده؟ وصلنا لايه؟ ل 54 ووصلنا ل 26. وصلنا ل 54 ووصلنا ل 26. طيب بعد كده محتاج اعمل بقى ميرج لل 54 وال 26. طب هعمل ميرج ازاي؟ فاكرين الكومبارزن اللي احنا لسه شرحناه من شويه؟ هعمل ميرج انا واحد فيهم الاول وانا واحد فيهم الثاني. ال 26 الاول وبعد كده ال 54. فبقت الليست الريزلت من الحته بتاعت الريكيرجن دي 26 و54. طب ال 26 و54 هيرجعوا فين؟ هيرجعوا في انهي ليست؟ بص كده البرنامج عندي، برنامج اهو، هيرجعوا في انهي اوبجكت في الدنيا دي كلها؟ فين؟ اللي هي فين بقى؟ اللي هي الليفت هاف. مش الليفت هاف هي اللي اتبعتت هناك؟ بالظبط اللي قبل الاخير، بس هي كده هتبقى في اوبجكت اسمه ايه؟ ليفت هاف. تمام؟ كده كده الليفت هاف هي اللي كانت بتتبعت لها، يعني هو بيسورت جوه الليفت هاف مش الليسته الكبيره. الليفت هاف بقى جواها ليفت هاف ثانيه، جواها ليفت هاف ثانيه، جواها ليفت هاف ثانيه. بيحط في الليفت هاف الاخيره، بعد كده الليفت هاف اللي قبلها، بعد كده الليفت هاف اللي قبلها، وهكذا، لحد ما اوصل انا عندي نص ونص بكررهم ببعض وفي الاخر بيخلص. طيب عملنا الكلام ده اهو. عملنا ال 26 و54. طب ما انا لسه عندي ريكيرجن تاني من كول بتاع الرايت هاند اللي هو الاخير. بص كده ال 93 و27 بعمل لهم سبليت، بقوا اليمنت واليمنت، بعمل لهم ميرج هما الاثنين دخلوا مع بعض بقوا ايه؟ بعمل عايز اعمل ميرج لل 93 وال 17 بقى ايه؟ بقى 17 وبعد كده 93. طيب بعد كده بقى عند الليفت وبقى عند الرايت مش كده؟ وهما الاثنين محتاجين يترتبوا، بس هيترتبوا في اوبجكت اسمه ايه؟ ليفت برضه. هيترتبوا في اوبجكت اسمه ايه؟ ليفت برضه. ما زلت كده على الناحيه الشمال، الله ينور عليك. بص كده محتاج ارتب ده، محتاج ارتب ايه؟ ده مش كده؟ عندي تو ليستس، محتاج ارتب ده ومحتاج ارتب ده. طيب هعمل ايه؟ الكومبارزون بتقول لي ايه؟ 17 الاول، بعد كده 26، بعد كده 54، وبعد كده اللوب اللي بيجيب الايه؟ البواقي مش كده؟ ادي ال 17 26 54 93. طيب دي كده خلصت ايه؟ بص دي فين في الرسمه؟ انا هنا دلوقتي. بصوا كده يا شباب انا فين؟ انا هنا. خلصت كل الايه؟ كل اللي على الشمال صح؟ تعال بقى نروح للرايت هاند سايد، الرايت الهاف، الرايت هاف. تعال نروح للرايت هاف، عايز اخش بقى في الليستري. بص كده الليستري اللي هي ال 17 وال 26 اللي هي سوري ال 77 وال 31 وال 44 وال 55 وال 20. ده ليه؟
الجزء اللي كان في اليمين هرتبه وارجعه في اوبجكت اسمه ايه؟ رايت رايت هاف، مش كده؟ طب ما اقسمه، ما هو كده كده بيتبعت بيتقسم ليمين وشمال، برتب الايه الاول؟ الشمال ويرجع في الليفت، واليمين ويرجع في الرايت، والاثنين في الاخر يرجعوا في الرايت. حلو. بصي كده يا باشمهندسة، انا بعمل ايه؟ بقسم وبعمل ميرج سورت، صح؟ ايه؟ لا لا لا، بص بص، الميرج دي راح تعمل كل ميرج تانية، ما كملتش ده، ده كل ده واقف في الستاك، يعني دي الحتة كده اتنفذت، مش هيكمل الفانكشن الكبيرة دي، لا ده هيروح يكل نفسها تاني ويبعت لها الليفت هاف الاول تشتغل عليه. تمام؟ الليفت هاف الاول تشتغل عليه. طب اتقسمت الليفت هاف، اتقسمت لنصين، نص اسمه ليفت ونص اسمه رايت. تمام؟ بص كده يا باشمهندسه، الميرج سورت هتبعت لها ايه تاني؟ ليفت. يعني انا دايما بشتغل الليفت الاول لحد ما اوصل لفين؟ لحد ما الشرط ده ما يتنفذش، لحد ما الشرط بتاع ان الليسته اما الشرط الاولاني ده يخلص خلاص، بقت بترجع لسته كامله، مش بتقول حاجه تانية، ما بقتش بتقول حاجه تانية، بقت بترجع للفانكشن اللي قبلها اللي ناديت عليها. تمام؟ فالفانكشن اللي قبلها اللي ناديت عليها الخطوه اللي بعدها ايه؟ اللي هي بتكون الميرج رايت، فتروح تكمل في الرايت، خلصت الاثنين ترتب. تمام؟ لحد هنا حد عنده مشكله؟ حد؟ ايوه في إلس، مش الإلس دي بتاعت الكومبارزون؟ فين دي؟ مفيش إلس خالص. ايوه، ما هي مفيش إلس بقى، هي اما خلص الليفت وابتدي في الرايت، اما خلص الليفت هترجع للفانكشن اللي كانت عامله لي كول. ايوه، في تحتها رايت. لا هيشوفه برضو، مش الليفت تحتي ليفت، واما يخلص الليفت هيرجع للفانكشن اللي عملت له كول، مش كده؟ طب الفانكشن اللي عملت له كول في رايت. بص بص، انا متهيألي الدكتور شرح لكم دي، هجيبها لك في المحاضره اللي هي كانت معموله برزنتيشن حلو. ثواني بس، بص يا باشمهندس، الريكيرجن كان بيمشي ازاي؟ بص كده، ناس معايا بعد اذنكم، بص كده يا باشمهندس، ايه اللي حصل؟ اول حاجه رحت اقسمها، تمام؟ فعملت الكلام ده هوت، ورحت عامل كول للايه؟ للجزء ده، صح؟ كل الجزء ده كل الليفت. طب الليفت لما يخلص يا باشمهندس هيعمل ايه؟ هيرجع هنا تاني، صح؟ الخطوه اللي بعدها كانت ايه بقى؟ كان رايت، يروح يخش فين؟ في الرايت. طب الرايت في ليفت ورايت، يخلصهم برده ويرجع للفانكشن اللي فوق. طب الفانكشن اللي فوق خلصت كده الليفت، ترجع لايه؟ للرايت بتاعت الفانكشن اللي قبلها. تاخد بالك يعني ايه؟ مش إلس، لا ده انا بنفذ ده، بخلص الفرع ده لحد اخره، وبعد كده بخلص الفرع ده لحد ايه؟ اخره. تمام؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي في الحته دي؟ حد عنده مشكله يا جماعه في السورت؟ اقول حاجه تاني؟ ها؟ ما فيهاش مشكله، هقول لك هي مش بقى اللينس بتاعها 7؟ 7 على 3 فيها كام؟ فيها 3. لا 3 الانتجر، الاسم بتاعت الانتجر فيها 3، مش كده؟ يبقى من 0 لحد 3، من 0 لقبل 3 في الرايت، ومن الثلاثة للآخر فين؟ لا هيبقى فيه الزيرو والواحد والاثنين بس. هيبقى فيه الزيرو والواحد والاثنين بس، ثلاثة والأربعة والخمسة والستة هيبقى ناحية تانية. بس كده يا باشمهندس، احنا اتفقنا على ايه؟ فين ال شايفة دي يا باشمهندس؟ احنا كنا بنعمل ايه؟ واحد، ناس معايا شباب بعد اذنكم، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 على 2 فيها كام؟ 4. يبقى من الزيرو لحد الثلاثة في اليمين، ومن الثلاثة ومن الأربعة سوري في الشمال، ومن الأربعة لحد الآخر فين؟ عملت الكلام ده إزاي؟ بص كده، شايفة القسمة اللي في الأول دي؟ بقول له الليست من الأول لحد الميد. طب الميد في حالة السبعة بقى كام؟ الميد فيها ثلاثة، يبقى من الزيرو لحد قبل الثلاثة، يعني الزيرو والواحد والاثنين بقوا فين؟ بقوا في الليفت. طب الثلاثة نفسها، بص كده الرايت بتاخد منين؟ من الميد لحد
الاخر هيبقى في 4. ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله ومكمله عادي. بس هي كده كده هتتقسم برضو، يعني مش واحده منهم مظلومه ولا حاجه، لا ده بتتقسم كل شويه بتتقسم. تمام. تلاتة على الاثنين فكام؟ فالواحد، صح؟ احنا بنتكلم على انتجر ديفيجن. تمام. يبقى الزيرو هو اللي هيبقى في الليفت لوحده، والرايت هيبقى فيه الايه؟ واحد والاثنين. طب الرايت هيتقسم، يبقى ده لوحده وده لوحده، وبعد كده بقى ايه؟ بعمل ميرج. تمام. حد عنده مشكله يا جماعه في السورت؟ عيد حاجه النهارده؟ ها؟ عيد حاجه؟ طيب ان شاء الله دلوقتي يا جماعه الوقت بتاع البروجكت. في تيم دلوقتي ان شاء الله هيطلع يعني. ازاي ايه؟ ازاي بين؟ انت فاهم اللي هي لوج ان يعني؟ شباب صوت زميلنا بيقول سؤال كويس، اللي هي الكومبارزون ازاي ان والايتريشن اللي هي لوج ان، مش ده اللي انت تقصده؟ بص كده احنا فاكر ال 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 نعم برضو ما ينفعش، ما ينفعش على فكرة. تمام نكمل. بص يا باشمهندس احنا بنعمل ايه؟ كل مرة بقسم، صح؟ هقسمها لحد كم مرة؟ لا احنا اتفقنا هقسم وهصورت. التقسيم ليه كم مرة والصورت ليه كم مرة؟ ان واحدة منهم ان والتانية لوج ان، عشان كده قلت ان لوج ان، عشان كده ضربنا الاتنين في بعض. هي الكومبارزون يا باشمهندس وانا بعمل ميرج، ماشي؟ بص يعني السبلت بقسمهم كم مرة؟ تمام. والكومبارزون بص بقى شوف انا كل مره بعمل ايه. بص كده في الوايل دي انا بايتريت على اليمنت اليمنت، صح؟ يعني دايما بقارن هنا بواحد هنا، بقارن هنا بواحد هنا. طب هايتريت بكم مره؟ من الاي بزيرو لحد اللينس، ومن الجي بزيرو لحد اللينس، صح؟ ايوه. ما هي الكومبارزون، بص هي الكومبارزون ان كده، ان لوج ان كده، يعني هي الكومبارزون كده ان لوج ان. تمام. الكومبارزونز اللي عدد الاوبريشنز نفسها اللي بتحصل. لا هو هقول لك على حاجه، هو احنا بعمل سبليت وبكو باشمهندس. خلاص اوكي. بص يا باشمهندس احنا عملنا ايه؟ الريكيرجن هي اللي متوهاك. بص انا الريكيرجن اول حاجه بعملها ان انا بس الفانكشن نفسها ما بتنسبش، الفانكشن واقفه مستنيه. تمام معايا؟ دي الفانكشن واقفه مستنيه. طب رح تعمل كل فانكشن، انا رح تعمل سبليت، هي اتنفذت ولا بس هتتنفس كم مره؟ كل لوجن بالظبط. عشان ايه؟ عشان اتقسمت. يبقى كده السبليت عملت كم مره؟ سبليت لوجن لوجن. طب بص بقى كل مره عملت لها سبليت وكل مره عملت كومبارزون، كل ده هيحصل في كومبارزون. سوري يعني بص شايف الوايل دي؟ الوايل ده هتتنفس كم مره؟ هتنفس ان مره، صح؟ الاتريشنز اللي فيها ان، صح؟ كم مره بقى هتنفس؟ كم مره بتعمل لها كل لوج ان تاني؟ كم مره بتعمل لها كل لوج ان؟ كم مره بقى جواها اتريشنز جواها لوج ان؟ فبقت ايه؟ ان لوج ان. عشان لوج ان بتتكون كم مره لوج ان وبتتعمل كم مره ان، فبقت ايه؟ اوريك على الرسمه. بس هي الفكره دي مش بتبان على الرسمه عشان انا مش شايف الفور لوب بعيد، بس بص كده. طيب انا هنا اهو. طب وعرفنا اقف فين؟ هنا؟ حلو حلو. خلي بالك كل دي كولز، كل منهم جواها وايل برضو، صح؟ والوايل دي بتلف كم مره؟ ان. انت معايا في كده؟ حد هنا معايا؟ معايا لحد هنا؟ عملت كام كول بقى للوايل دي؟ كام كول؟ كام يعني الوايل دي نفسها اشتغلت كام مره؟ اشتغلت كام مره؟ لا وصلت الحته بتاعت الوايل دي كام مره؟ لوج ان. انت
بقى الوايل اللي بتكونفرت اللي بتكونفرت كام مره ان يعني الان دي اتنفذت كام مره لوج ان فضربنا الاثنين في بعض قول لي بقى ايه اللي مش فاهمه ايوه يبقى 8 بتاعه عملنا سبريسون منهم ده كام اه طلعنا فوق اثنين يعني مثلا فوق بقى اثنين وثلاثه نعمل بينهم انه برضه انه يعني الواي اللي احنا شايفينها اللي انت شايفها دي فلوج ان ان فلوج ان ليه؟ لان بص شايف دول لو عدتهم كده هتلاقيهم لوج ان هو السبليتنج جوه الكور نفسها سبليت لوج ان حلو سبليت لوج ان في مشكله هتجيبها عشان الجامعة السبليت لوج ان بص عملت ايه بس بص يا شباب عشان ما تلخبطش كل دايره ديت عباره عن ايه؟ ريكيرجن كل كم واحدة من دول بقى اتعمل كم واحدة حتت كول لوج ان كل واحدة من اللوج ان بتعمل سبليت مرة مش كده بس بتعمل كم كومبارزون جواها ان فكده البيج اوريتيشن بقت ايه كم كومبارزون ان كم مرة بيحصل الكومبارزون دي كلها لوج ان فبقت ايه لوج ان بالظبط هي اوبريشن يعني بعتبر السبليت ايه اوبريشن حد عنده مشكله يا جماعه في السورت حد عنده مشكله في السورت طيب في دلوقتي يا جماعه الوقت بتاع المشروع